من الأشياء المزعجة اللي بشوفها بالمجتمع وحابة أركز عليها بهذا الفيديو قصة إنه الواحد بيكون ماشي مع زوجته أو مع خطيبته مبسوطين مع بعض فرحانين وباين عليهم السعادة، تمرق وحدة من البنات تهمس بإذن رفيقتها أو اللي جنبها على شو عاجبته، يعني أنا أحلى منها بألف مرة، ليه ما بيطلع فيني مثلا أو ما بيطلع فيكي، وهيك تبلش تشتعل فيها نار الفتنة أو نار الغيرة نار الحسد، وبالتالي ما راح تحصل أي شيء. يعني بالمناسبة إذا أنت عم تفكري إنه هو حيترك زوجته أو خطيبته ويطلع فيكي لأنك أنت أجمل برأيك أنت، فهذا لن يحدث أبدا. فكل وحدة تدير بالها على حالها وعلى حظها ونصيبها وعلى قسمتها وقدرها من الله سبحانه وتعالى، ولا تمد عينها إلى ما أعطى الله سبحانه وتعالى غيرها من المحاسن ومن الخيرات، وتكونوا بخير يا رب.